بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من سلسلة دروس الكتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام أبي المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: العهد 47 في المواظبة على قيام الليل. قال: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعد لقيام الليل بالزهد في الدنيا وشهواتها وعدم الشبع من حلالها. ومن هنا صحت المواظبة من الصالحين على قيام الليل وحرمان غيرهم. يعني وهذا ملاحظ، أنه من أكل من الحلال حتى التخمة ثم بعد ذلك نام لن يستيقظ هذا قبل الفجر، وربما إذا استيقظ على صلاة الفجر استيقظ بصعوبة، وهذا واقع مشاهد. فلذلك من أراد أن يحافظ على قيام الليل، أو المراد بقيام الليل هنا التهجد، من أراد أن يكرم بصلاة التهجد فينبغي أن ينام على معدة خاوية، وأن يتخذ أسباب القيام بأن ينام مبكرا. هناك أناس لو ناموا متأخرين يستيقظون قبل الفجر، لهم عادة معينة، ولكن الغالب من الناس إذا تأخر في السهر ما يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر. فالشيخ يقول أن نستعد لقيام الليل بالزهد في الدنيا وشهواتها، لاحظ ماذا قال، وعدم الشبع من حلالها. ومن هنا صحت المواظبة من الصالحين على قيام الليل وحرمان غيرهم. قال: وما رأت عيني في نساء عصري أكثر مواظبة على قيام الليل من زوجتي أم عبد الرحمن. والشيخ رحمه الله يثني عليها كثيرا، يثني على زوجته، والظاهر أنه كان يحبها. أنا اثنان من العلماء، يعني علمت من كلامهم شدة حبهم لزوجاتهم، منهم الشيخ عبد الوهاب الشعراني، وأحدهم انتقل معاصر، انتقل إلى رحمة الله تعالى، حدثنا عن زوجته وعن صلاحها وعن تقواها الشيء الكثير، وهو متزوج أكثر من واحدة. وكان يتغزل بها كثيرا من شدة حبه لها. طبعا هو كان يحبها لدينها وتقواها. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا، آمين. قال: فربما صلت خلفي، لاحظ الكلام، وهي حبلى على وجه الولادة بنصف القرآن. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر في كتابه لطائف المنن والأخلاق، كتاب اسمه لطائف المنن والأخلاق، ذكر فيه هناك أنه مما من الله عليه به أنه كان يقرأ ختمة كاملة بين المغرب والعشاء في ركعتين، وكانت زوجته أم عبد الرحمن تقتدي به، طبعا هذا من الكرامات، هذا من الخوارق، خوارق العادات، أن يكرمه الله عز وجل بقراءة ختمة
في هذا الوقت اليسير. قال: وهذا عزيز وقوعه من الرجال على وجه الإخلاص فضلا عن النساء. وقد صلى خلفي مرة سلامة السندبسطي فقرأت به من أول السورة، من أول سورة البقرة إلى سورة المزمل في الركعة الأولى. الله، كم كان مستحضرا الشيخ للقرآن. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. فخر نائما لم يشعر بنفسه، هذا مع صحة جسمه وقلة تعبه في النهار. فرضي الله عن أم عبد الرحمن ما أعلى همتها ما شاء الله، حيث علت على همة الرجال. وإنما جعلنا الزهد في الدنيا معينا على قيام الليل، لما ورد في الحديث: الزهد في الدنيا يريح القلب والجسد. إذا تعالوا نقلد أم عبد الرحمن ونقرأ نصف القرآن في ركعتين، يعني في شيء قليل، نسأل الله أن يكرمنا. ومفهومه أن الرغبة في الدنيا تتعب القلب والجسد. الرغبة في الدنيا، يعني أنا اليوم همتي قلبي متعلق بشراء عربية، اشترينا العربية، بعد ما اشتري العربية تتعلق قلبي بإيش؟ بشيء آخر حصلته، ثم بشيء ثاني، ثم وهكذا، لا تجده يرتاح أبدا ولا يجد سكينة ولا طمأنينة. على العكس، عندما يتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا، إذا رأى هذا الأمر على غيره من أقرانه، ربما حصل في قلبه حسد لذاك الشخص. لماذا فلان عنده تلك العربية وأنا ما عندي؟ فلان عنده كذا وأنا ما عندي؟ أما عندما يتعلق قلبه بصلاة، بذكر، بطاعة، بقراءة القرآن، التعلق بالآخرة يخلق الله في القلب بسببه سكينة وطمأنينة، والتعلق بالدنيا يخلق الله في القلب بسببه قلقا وعدم راحة وضجر وعناء وتعب ومشقة. هذه سنة الله، هذه سنة الله عز وجل. ومفهومه أن الرغبة في الدنيا تتعب القلب والجسد. فإذا دخل الليل نزل الراغب في الدنيا إلى الأرض محلولة أعضاؤه فنام كالميت. هذا الراغب في الدنيا، بخلاف الزاهد في الدنيا ينام وأعضاؤه مستريحة فيقوم بسرعة، وإذا نام كأنه مستيقظ، فعلم أنه من طلب قيام الليل مع ترجيحه الذهب على الزبل تمام فقد رام المحال. الزبل معروف الروث، يعني تفهم ماذا قال الشيخ: من طلب قيام الليل وهو في قلبه بأن الذهب أفضل من الروث، هذا سيعجز عن قيام الليل، لا يستطيع الصلاة في جوف الليل والتهجد إلا من استوى عنده الزبل، الروث والذهب. فالزهد أن يستوي عندك الذهب والتراب، أي نعم، فلا تركن للذهب كما أنك لا تركن للتراب. هل وجدت إنسان طيلة الليل يفكر كيف سأحصل غدا على كيلو تراب أو على صندوق تراب؟ ما أحد يفكر. ليه؟ التراب مبذول، كل منا يستطيع تحصيله. أما كثر أولئك الذين ينامون، كم سأحصل من الدنيا غدا؟ 100 جنيه، 1000، 10,000، 5,000، هكذا يفكر. ليه؟ لأن قلبه تعلق بهذه الدنيا. فالزهد الحقيقي أن يستوي عندك التراب بالذهب، فمن حصل عنده هذا، هذا هو الزاهد، هذا هو. إذن الزهد ليس كلمة تقال باللسان. الله، لا إله إلا الله. قال: فعلم أن من طلب قيام الليل
مع ترجيحه الذهب على الزبل فقد رام المحال، طلب المستحيل يعني. وإن تكلف ذلك لا يدوم، يعني قد يستطيع يصلي يوم يومين ثلاثة أيام تهجد، ولكن لن يستمر هذا الحال معه. وإن دام فهو في حجاب لا يكاد يتلذذ بمناجاة الحق ولا يذوق لها طعما، لأن الذي غلب على قلبه أثناء المناجاة هو الدنيا، الذي غلب على قلبه أثناء مناجاة الله عز وجل هو الدنيا، فأنت لن تستطيع أن تتذوق لذة مناجاة الله عز وجل وقد غلب على قلبك الدنيا. قال: ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من حب الدنيا شيئا فشيئا حتى لا يبقى له همة دون الله تعالى ولا عائق يعوقه، فإن حكم الشيخ في سلوكه بالمريد وترقيه في الأعمال كحكم من يمر بالمريد على جبال الفلوس الجدد، على جبال الفلوس الجدد، يعني كأنه يمر على جبال من الفلوس، أي نعم، على جبال من الفلوس المنوعة الجدد، يعني الطرق، الجدد يعني إيش؟ الطرق. عندما في المر يتعلق بالعلام، بالحرف العلام، ما معناه؟ يمر على كيف؟ يمر كحكم من يمر بالمريد على جبال تلال الفلوس، تلال من الفلوس، يمر يأخذ يد المريد ويمر على تلال من الفلوس من طرق متعددة، وهو يعلمه عدم تعلق القلب بها. ولكن إذا كان الشيخ قلبه معلق بالدنيا كيف يكون المريد؟ يعني دائما لما قالوا الناس على دين ملوكهم وكذلك التلميذ على أخلاق شيخه، دائما صوت الشيخ تنعكس في تلامذته، إذا كان الشيخ عنده تقوى تلامذته عندهم تقوى، الشيخ عنده خوف من الله تلامذته عندهم خوف من الله، وهكذا الشيخ يغتاب كثيرا تلامذته يغتابون كثيرا، كيف يكون الشيخ يكون التلاميذ؟ هكذا، هذا ملاحظ. طيب. قال: فإذا زهد فيها سلك به حتى يمر به على جبال الفضة، فإن زهد فيها سلك به حتى يمر به على جبال الذهب ثم الجواهر، فإذا زهد فيها مر به إلى حضرة الله تعالى. هذا يعني الشيخ من باب التقريب لما قال الشيخ يخرج المريد من الدنيا شيئا فشيئا، يعني تلميذه مثلا قلبه متعلق في الدنيا، ليس من أول يوم تقول له تصدق بكل ما عندك من مال، سيترك الدين كله من أجل ماله، ولكن على مهلك، يواش يواش، بهدوء، يعني يحاول أن يقلل علائقه من هذه الدنيا. طبعا الشرط الأساسي كي يقلل التلميذ علائقه بالدنيا ينبغي أن يكون الشيخ كذلك، أن يرى التلميذ من شيخه أن على أنه كذلك هو غير متعلق بهذه الدنيا، ليست الدنيا أكبر همه يلهث وراءها، فإذا لمس التلميذ من شيخه، إذا كان شيخي هو دائما يفكر بالدنيا لا يفكر إلا بالدرهم والدينار، كيف يكون أنا يعني كيف يطالبني بالزهد وهو ليس بزاهد؟ قال: فإذا زهد فيها مر به إلى حضرة الله تعالى فأوقفه بين يديه من غير حجاب، فإذا ذاق ما فيه أهل تلك الحضرة زهد في نعيم الدنيا والآخرة. وهناك لا يقدم على الوقوف بين يدي الله شيئا أبدا. وأما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج من ورطات الدنيا، يعني كيف يخرج
من ورطاته الدنيا ولو كان من أعلم الناس بالنقول في سائر العلوم. فاطلب لك يا أخي شيخا يسلك بك كما ذكرنا، وإلا فلا تطمع في دوام قيام الليل. وكيف يتخلص إلى حضرة ربه من سداه ولحمته شهوات ورعونات، يعني كل ذرة من ذرات جسده هي عبارة عن ذرات متعلقة بالدنيا، أينما التفت يمينا أو يسرة لا يفكر إلا بطعام أو شراب أو زوجة أو متاع إلى غير ذلك، ينام وهو يفكر في الدنيا ويستيقظ وهو يفكر في الدنيا. قل من يستيقظ أول ما يخطر في قلبه قراءة القرآن مثلا، أول ما يخطر في قلبه مثلا درس فقه، درس حديث، قيام ليل، صلاة فجر مع الجماعة. قل أولئك قلة. قال وكيف يتخلص، يعني يصل، كيف يتخلص يعني كيف يصل إلى حضرة ربه من سداه ولحمته شهوات ورعونات وعلل وأمراض باطنية في كل عبادة سلكها. في كل عبادة يفعلها هو مليء بالأمراض، يعني وهو يصلي عنده كبر، عنده عجب، عنده حسد، قلبه محشوحة حشيا بالأحقاد والأضغان، هذا كيف يستفيد ينتفع من هذه العبادة؟ يا ربي سلم. قال فضلا عن المعاصي، هذا مما لا يكون عادة وقد تكونه القدرة، يعني الإنسان الذي حشي باطنه بالأوصاف الذميمة والأخلاق الفاسدة، هذا الإنسان ويتلبس بالمعصية قبل الطاعة وبعد الطاعة، هذا الإنسان يتعذر أن يكون من أهل الليل، ولكن قدرة الله عز وجل أليست صالحة لأن تصطفي هذا الإنسان؟ قال نعم. لذلك ماذا قال؟ قال وقد تكونه القدرة، يعني قدرة الله صالحة لأن تصطفي العبد وأن ترقيه وأن يوفق الله هذا المريد، هذا الإنسان، لأن يسلك عند شيخ وهذا الشيخ يربيه ويوجهه ويعني يسلك به على الطريق التي توصله إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى. اللهم اجمعنا بالصالحين من عبادك واجعلنا منهم، آمين. وقد كان سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه مع زهده في الدنيا لا بد له من غمز، وليس من غمر، من غمز أعضائه كل ليلة، يعني يغمز مساج، يعني يحتاج إلى مساج ليستريح جسمه ويقوم ليتهجد بسرعة، لأن البدن لا يستغرق في النوم إلا من شدة التعب، فهو يحاول أن يذهب التعب عن بدنه بطريق مساج بغمز هكذا، نعم، يذهبه عن طريق المساج ثم ينام وقد استراح جسمه قبل النوم فلا يستغرق بالنوم. وكان سيدي علي الخواص رضي الله تعالى عنه إذا نام يرفع رأسه على موضع عال ويقول إن الرأس إذا كان على موضع عال نام كأنه مستيقظ، يعني لا يستلقي استلقاء كاملا. وكان أخي أفضل الدين يقرأ كل ليلة سورة الكهف ويقول إنها تخفف النوم، انتهى. وقد جربت أنا ذلك فوجدت قلبي طول الليل كأنه مستيقظ. يعني أفضل الدين كان صديق للشيخ عبد الوهاب الشعراني عند شيخ واحد، فيعلمنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني الآن بهذا الكلام أنني أنا أستفيد من أخي صديقي مع الشيخ،
يعني أنا وأنت، أنا وهو نجلس مع بعضنا نتذاكر العلوم والأحوال والأذكار والواردات، فأنا أعطيه ما عندي وهو يعطيني ما عنده، فأنا أنتفع به وهو ينتفع بي. أما أن تأخذني النفس الأمارة بالسوء والكبر وأقول أنا ما أستفيد من أحد، أنا لا أخذ من فلان ولا من فلان، وهذا موجود عند كثيرين للأسف، عند كثيرين يقول لك أنا لا، أنا أسمع من الشيخ، حتى من الشيخ أحيانا هو يرفض الاستماع له. ليه؟ لأنه هو يرى نفسه أعلم أهل الأرض، هو أفهم أهل الأرض فلا يحتاج إلى فهمي فاهم. إذا تجد كثيرين من الطلاب الآن يأتي عند الشيخ مثلا يقرأ درس درسين ثلاثة، هذا في هذا الزمان هذا كثير جدا، بعد ذلك أين فلان؟ ما يعود يحضر. كيف سيكمل هذا الكتاب؟ يا شيخ أن ترفع الدروس على اليوتيوب، هو يحضر درس اليوتيوب وينتهي، إذا استغنى عن الشيخ هذا، هذا محروم للأسف، هذا محروم، هذا حرم بركة الجلوس على مائدة الشيخ. ليه؟ لأن الجلوس على مائدة الشيخ تهذب فيك أخلاقا ذميمة كثيرة. أول شيء أنت عندما تجلس على مائدة الشيخ تعترف بالجهل بين يدي الشيخ، فأنت إذن الآن هنا ما عندك الكبر. وإذا تكلم بعض إخوانك بعلم ليس موجودا عندك كذلك، هذا يزداد اعترافك بجهلك، يزداد اعترافك بجهلك، وتنتفع من علم إخوانك، هذا يعلمك التواضع. وإذا كان من بعض إخوانك اجتهاد يحرك فيك الغيرة فتجتهد. الجلوس على مائدة الشيوخ مع الإخوة والأصدقاء والطلاب والأحباب هذا يربي فيك أشياء كثيرة جدا. الذي يظن بأنه يتعلم من خلال اليوتيوب هذا أحمق، هذا محروم، هذا يحشى بالكبر دون أن يعلم، ويحشى بالعجب دون أن يعلم، ويحشى بالرياء دون أن يعلم. فإذا ما خرج إلى المجتمع خرج طالب علم غليظ جاف متكبر متعجرف. أنا أعرف كل شيء، أنا ما احتجت إلى شيخ أتعلم. وللأسف بعضهم حدثني أنه ينتفع من الشيخ فلان كثير على اليوتيوب، وفي بعض المقاطع الفيديو يهاجم ذلك الشيخ، يهاجمه ويتهمه بأنه قليل المعرفة وقليل التحقيق والتدقيق. أعوذ بالله، أي كفران نعمة أعظم من هذا الكفران؟ أنت اعترفت في وقت من الأوقات بأن علمك مأخوذ من الشيخ عن طريق اليوتيوب، وبعد ذلك أنت يعني جلست على مائدته وأكلت من طعامه وبعد ذلك وجهت سهامك ضده وعليه، أي جحود هذا؟ فهذا الأمر متى يكون؟ الذي يستغني عن مجالسة الشيوخ يملأ، يصبح جراب مليء بالكبر والعجب إلى غير ذلك من الأمراض. ومهما حاولت أن تخلصه من العلل التي فيه لن تستطيع، لن تستطيع، صارت طبعا عنده. هذا يحتاج إلى يعني جذبة إلهية تنتشله من المستنقع الذي وقع فيه. فلذلك حذاري أن تقعوا بمثل هذه المطبات التي وقع بها غيركم، وأكيد أنتم تعرفون فلان 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 يعني كان يحضر الدروس ثم بعد ذلك أين هو؟ على اليوتيوب فقط. هذا محروم، نسأل الله أن يحفظنا. الذي قادنا لهذا الكلام يعني انتفاع الشيخ عبد الوهاب رحمه الله بأخيه أفضل الدين، قال: وقد روى الإمام سنيد في تفسيره أن سورة الكهف كانت مكتوبة في لوح يدار به مع الحسين بن علي في كل بيت يكون فيه من بيوت زوجاته، والله أعلم. وروى الشيخان، أنا مما علمني إياه يعني والدي رحمه الله، والدي كان رجل عامي ولكنه كان صالحا،
قال لي مرة ووجدني قد تقاعست عن الذهاب لصلاة الفجر في المسجد، قال لي إذا أردت أن تستيقظ قبل الفجر اقرأ الفاتحة وقل يا ملائكة الفاتحة أيقظيني في أحب الأوقات إلى الله. وجربته كثيرا وحصل صراحة، يقرأ الفاتحة يا ملائكة الفاتحة أيقظيني في أحب الأوقات إلى الله، وهذا جربته وانتفعت به. إينا لأن هذا أفعله. وكان أبي الله يرحمه رحمه الله ورحم آباءنا والمسلمين جميعا، أنا ما لا أذكره أبدا إلا وهو الذي يستيقظ قبل الفجر بساعتين ويذهب لفتح المسجد، يفتح المسجد هو بيده ويأتي بعد طلوع الشمس إلى البيت. إينا فلهذا من المجربات، من المجربات. قال وروى الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة مرفوعا قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. إذا أنت لما تنام الشيطان يأتي ماذا يفعل؟ يربط 3 ربطات على رأسه من باب التخدير، من باب التخدير، ويقول لك عليك ليل طويل فارقد نام، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة. أول ما بتفيه ماذا تقول يا عبد العزيز؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الآن ماذا حصل؟ انحلت العقدة الأولى. قال فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني إذا نام إلى ما بعد طلوع الشمس يستيقظ لا أشعر كأن جسمي محطم. طبعا أصبحت وقد بال الشيطان في أذنيك، أصبحت وأنت مكبل بهذه العقد 3، ما الفكر ولا عقدة. زاد في رواية لابن خزيمة لم يصب خيرا، فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. قال وقافية الرأس مؤخرا، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني قبل الفجر، قبل أذان الفجر وبعد أن تنام تستيقظ وتصلي ركعتي تهجد ثم ارجع نام. ومر معنا في الدرس السابق حديث البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يذكر الحديث من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى ركعتين قبلت صلاته. فهذه صلاة مقبولة بيقين، صلاة مقبولة بيقين، هكذا أخبر الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة والسلام. وروى الطبراني بإسناد حسن مرفوعا 3 يحبهم الله عز وجل ويضحك إليهم ويستبشر بهم، فذكر منهم والذي له امرأة حسنة وفراش لين، عند زوجة جميلة وضاء، وعنده فراش لين مريح بمجرد ما استلقى عليه بصير إيش بآخر نومه، فيقوم من الليل يذر شهوته
ويذكراني ويذكرني، هذه ألف خطأ، يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد ولو شاء لنام. هذا الشيخ الذي حدثتكم عنه الذي انتقل إلى رحمته مما كان يحدث عن زوجته، قال كانت هي تتزين لزوجها كباقي النساء يعني، قال وينام، ولما ينام مع بعض قال تنام إلى جنبي، فلما تطمئن علي بأنني نمت وأنا كنت أصطنع النوم ولا أنام، يعني أمثل أني نائم، قال كانت تنسل من أمامي انسلال الفراشة، أشبهها كيف تقوم من أمامي كي لا يشعر بها، وتقوم وتمسح وجهها وما وضعت عليه وتتوضأ وتصلي هكذا قبل الفجر بعشر دقائق بنصف ساعة، ترجع المكياج على وجهها، هذا في غالب الأحيان، وتبدأ ترجع وتنام بجانب زوجها وكأنها طيلة الليل نائمة، قال كنت أشعر بها تماما، لذلك كان هو يحبها. هذا النوع من النساء قليل، هذا النوع من النساء ربما يكون نادرا، الرجال ليسوا كذلك، فكيف بالنساء؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم علو الهمة. قال في رواية للإمام أحمد وأبي يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه مرفوعا، عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه عن فراشه ولحقه من بين أهله وحبه إلى صلاته، عفوا، رجل ثار عن وطائه ولحفه، رجل ثار عن وطائه يعني قل أيش عن فراشه، ولعلها ولحافه هذه يعني قام عن فراشه ونثر باعد عنه لحافه من بين أهله وحبه، ثار إلى أين؟ إلى صلاته من أجل أن يصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي ثار عن وطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رغبة فيما عندي وشفقة يعني رغبة بما عندي من ثواب وخوفا مما عندي من العقاب. وفي رواية للطبراني إن الله ليضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع، لماذا فعل ذلك؟ فيقولون رجاء ما عندك من الثواب وشفقة مما عندك خوفا مما عندك من العقاب، فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. وكأن هذا الحديث يخبرنا بأن الذي ينام من أول الليل إلى آخره هذا إنسان ليس طامعا بشيء عند مما عند الله وليس خائفا من شيء مما عند الله، هذا حاله. هذا لماذا قام؟ لأنه راج خائف يرجو ويخاف، لذلك قام فصلى. أما ذاك الذي لا يقوم ولا يصلي فهذا كأنه لا يرجو شيئا ولا يخاف من شيء. وروى الطبراني مرفوعا من نام إلى الصباح فذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. قلت وقد وقع لبعض أصحابنا ذلك، فقام والبول سائح من أذنيه على رقبته فغسله بحضرته، وكان يعتقد أن ذلك معنى من المعاني، يعني كان يعتقد الحديث الوارد من نام إلى الصباح فذلك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني كان يعتقد أن هذا البول بول معنوي وليس بولا حقيقيا، إلى أن حصل معه
وعلم أن هذا البول حقيقي وليس معنويا، فمن ينام إلى طلوع الشمس الشيطان يبول في أذنيه، نسأل الله العافية. مولانا الصباح طلوع الشمس، يعني طلوع الشمس، إيه المراد طلوع الشمس؟ المراد إلى طلوع الشمس. إيه نعم. قلت وقد وقع لبعض، قال هذا الكلام، قال وكان يعتقد أن ذلك معنى من المعاني، فينبغي لمن يؤمن بهذا الحديث إذا نام إلى الصباح أن يغسل أذنيه من بول الشيطان وإن لم يره. الله. وروى ابن ماجه والترمذي والحاكم وقال صحيحا على شرط الشيخين مرفوعا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه أمور ثلاثة من فعلها كانت هذه يعني من الأسباب التي تدخله جنة عرضها السماوات والأرض. يعني قد يقول قائل مثلا: أنا الآن إن أفشيت السلام وأطعمت الطعام وصليت بالليل والناس نيام وفعلت كل شيء بعد ذلك أدخل الجنة؟ نعم، كل شيء فعلته نعم. كيف هذا؟ كيف؟ لأنك إن صليت الليل والناس نيام لن تأكل الحرام ولن تسرق ولن تزني ولن تغتاب ولن تنم ولن 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 ولن، لأن مقام من يقوم في جوف الليل على الدوام هذا مقام الأصفياء الأولياء الأتقياء الأنقياء. لذلك نقول لها: نعم، صلي طيلة عمرك في جوف الليل، حتى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: فلان فلان يصلي قيام الليل إلا أنه يسرق، فقال: ستنهاه صلاته. فإذا هذه الصلاة بالذات، الصلاة في جوف الليل والناس نيام، هذه عبارة عن مستشفى يدخلها المبتلى بجميع الأمراض. بعد مواظبة الصلاة في جوف الليل يخرج وقد عولج وحصل معه استئصال لجميع الأمراض التي كان يعاني منها. فإذا صلاة في جوف الليل هذه علاج لأمراض كثيرة: الكبر، العجب، الحقد، الحسد، إلى آخر ذلك من الأمراض التي نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم منها. وروى الطبراني مرفوعا: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة. طبعا عندنا لا يوجد تنفل بركعة واحدة عند الأحناف. وفي رواية له بإسناد حسن مرفوعا: شرف المؤمن قيام الليل. لاحظ، شرف المؤمن قيام الليل، فالذي لا يقوم الليل لا شرف عنده، ما عنده مكان، ما عنده شرف، ما عنده قدر. وعزه استغناؤه عن الناس. وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل الذين يصلون في جوف الليل والناس نيام. والأحاديث في ذلك كثيرة، نحو حديث: عليكم بقيام الليل، إلزموا عليكم، إلزموا قيام الليل، عليك بالتقوى، إلزم التقوى، عليك بالصدق، إلزم الصدق. المعصوم عليه الصلاة والسلام يخاطبني ويخاطبك فيقول: عليكم بقيام الليل. ليه؟ قال: فإنه مقربة إلى ربكم، هو سبب يقربكم إلى الله، مقربة إلى ربكم، ومكفرة لسيئاتكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة للداء عن الجسد، كما قلنا قبل قليل. صلاة في جوف الليل هي عبارة عن مستشفى لعلاج الأمراض المستعصية. رواه الطبراني. وسيأتي في عهد صيام رمضان حديث أحمد والطبراني والحاكم مرفوعا: الله، إن القرآن يشفع في حامل القرآن ويقول: يا رب
شفعني فيه. ليه؟ قال فإنه منعني، فإني منعته النوم بالليل، فإني منعته النوم بالليل، حامل القرآن يستيقظ في جوف الليل ويصلي يقرأ جزءا جزئين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، والله أعلم. قال العهد 48 في قضاء الأوراق، في قضاء الأوراد الفائتة، في قضاء الأوراد الفائتة، هذه التاء يعني خطأ مطبعي. قال أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي أورادنا التي نمنا عنها أو غفلنا في الليل ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر. يعني أنا إلي ورد يوميا بقرأ بعد صلاة العشاء مثلا على فرض، يعني أتكلم خمس أجزاء قرآن. اليوم كنت متعب، قرأت جزئين فنمت، واستيقظت مع قول المؤذن الله أكبر. كل يوم يكتب لي أجر قراءة القرآن في جوف الليل أو قبل العشاء. اليوم نمت، قال إذا استيقظت وقرأت هذا الذي فاتني بالأمس بعذر، قرأته بين الظهر والفجر، بين الفجر والظهر كتب لي كأني قرأته من الليل. فينبغي، هذا من عظيم فضل الله علينا، فنحن مطالبون بقضاء هذه الأوراد، لا أن نقول هذا قد فات وانتهى، لا، ينبغي أن تقضيه. قال وهذا العهد لا يعمل به في هذا الزمان إلا قليل من الناس، قضاء الأوراد، لكثرة غفلتهم عن الله تعالى وعن الدار الآخرة، فيفوت أحدهم الخير العظيم فلا يتأثر له، ويقع منه نصف فضة فيتأثر له. يعني تفوته مثلا صلاة الضحى، السنة القبلية للظهر، السنة البعدية للظهر، السنة القبلية للعصر، السنن النوافل تفوته، الأذكار الصباح والمساء تفوته، لا يشعر لا بهم ولا بغم، ولكن إن وقع من قلبه 100 جنيه، من صد من جيبه 100 جنيه وضاع، طيلة النهار مغتم، ما بك يا إسلام؟ ضاعت 100 جنيه يا أستاذ. ما بك يا فلان؟ 100 جنيه يا أستاذ. ما لك يا فلان؟ تجده كالمجنون. ما بك؟ 100 دولار يا أستاذ، تجده كالمجنون يمشي. ليه؟ ضاع 100 دولار. هل صليت الفجر اليوم قبل طلوع الشمس؟ لا. صليت الضحى؟ ما صليتها. قرأت قرآن؟ يعني لم يذهب عقله، ولم يختل تفكيره، ولم يذهب توازنك لذهاب آخرتك، وإنما اختل عقلك وفكرك لذهاب جزء يسير من دنياك. عجيب. وهذا نراه، هذا نراه، إنسان خير أجيب بالجلطة ومات. ليه؟ قال لأن تجارته قد خسرت، تجارته قد خسرت. سل عنه هل كان يصلي بالفجر؟ حاضر. هل كان يزكي؟ هل كان يقرأ القرآن؟ هذا خسر آخرته قبل دنياه. ولو تعلق قلبه بالآخرة لما تأثر لذهاب الدنيا من بين يديه. لاحظ هذا كلام الشيخ، قال فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال واعلم أن أمر الشارع صلى الله عليه وسلم لنا بالقضاء، بقضاء هذه الأوراد وقضاء هذه الأذكار، ليست لأنها فرض أحبابنا، لا، ولكن لماذا هذا القضاء يكون؟ ليه؟ لأمور كثيرة، منها أنا عندما أول شيء، من لا ورد له لا وارد له. أنا عندما آتي بأورادي يأتيني واردات من الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقدارها وحقيقتها إلا الله، ولا يشعر بها إلا من ذاقها. فإذا اليوم أنا ما فعلت هذه الأوراد، الواردات ماذا حصل لها؟ تعطلت. فإذا أنا ما فعلت اليوم ولا غدا ولا بعد غد، ماذا؟ تتعطل الواردات فلا تأتيني أنا، فأصبح أنا في حالة ضيق وظلمة وعناء وشدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألزمك أو طلب منك أن تقضي هذه الأوراد كي لا تحرم هذا المدد، كي لا تحرم هذه الواردات، وكي لا تعتاد
ترك هذه الأوراد، ينبغي أن نواظب على هذه الأوراد ولا نتركها أبدا، فإن تركناها نقضيها. نتابع. قال: أن أمر النبي، أن أمر الشارع صلى الله عليه وسلم لنا بالقضاء إنما هو تنبيه لنا على مقدار ما فاتنا في الليل، فإن النهار وقت حجاب، فإذا حصل الحجاب للإنسان في عبادة النهار عرف مقدار ما فاته من مناجاة الله تعالى والحضور فيها، وقويت داعيته إلى قيام الليل في المستقبل. وفي الحقيقة ما ثم قضاء، لأن كل عبادة وقعت إنما هي وظيفة ذلك الوقت بأمر جديد من الشارع، بأمر جديد. يعني أنت الآن، لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، قال: حقوق في الأوقات يمكن، لاحظ، حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. أعيد: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، حقوق في يعني مثلا الآن من الساعة السابعة الساعة الثامنة أنا عندي مني ولد اليوم ما قرأته، حق هذا الوقت قراءة هذا الورد، فحقوق، حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، أن أصليها في وقت آخر، ولكن أنا كمسلم عاقل متوجه إلى الله عز وجل أوقاتي كلها منضبطة بالحقوق، فإذا فوتت حق هذه الساعة أين سأقضيه؟ في ساعة ثانية. هذه الساعة الثانية ماذا حصل؟ فيها وظيفة. فإذا إذا قضيت وظيفة الساعة الفائتة سأفوت وظيفة الساعة الآتية. فلذلك حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. واضح الكلام أحبابنا؟ فإذا العاقل منا إذا ألزم نفسه بنوع من أنواع الذكر في وقت من الأوقات لا ينبغي أبدا أن يتركه، لا ينبغي أبدا أن يتركه. قال: وذلك الوقت ذهب فارغا فلا يملأه ما فعل في غيره أبدا. ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، والله تعالى أعلم. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه مرفوعا: من نام عن حزبه، أنا إلي ولد كل يوم قبل الفجر بساعة أقرأ جزئين قرآن، اليوم نمت ولم أستيقظ إلا مع أذان المؤذن، ماذا أفعل؟ من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، والله تعالى أعلم. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الله. ثم قال: العهد التاسع والأربعون في المواظبة على صلاة الضحى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.